السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد أو وليد، رجعت لكم في فيديو جديد. وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب جبت لكم مود الأصوات الواقعية في لعبة جي تي اي سان أندرس. راح يغير الأصوات بالكامل شباب، راح يرجعها واقعية بشكل أسطوري. راح تستمتعون باللعبة أكثر لما تجربون هذا المود. طبعا راح أضع لكم رابطه في الوصف شباب من ميديا فاير، يلا كلكم حملوه، والله ما راح تندمون، أقسم بالله إنه مود أسطوري مرة. المهم راح ندخل برنامج زارشيفر شباب، بعدها نروح إلى الداونلود، وها هو المود شباب. طبعا هذه الأصوات شباب هي تشبه أصوات جي تي اي في، راح نحطها في جي تي اي سان اندريس. طبعا حجمها 57 ميجا بايت. المهم راح نضغط على ضغطة عادية، بعدها عرض، بعدها يطلع لنا هذا الملف شباب. نضغط ضغطة مطولة، بعدها نسخ، بعدها الى ذاكرة الجهاز، بعدها اندرويد داتا، بعدها الى ملف اللعبة، بعدها فايلز، بعدها اوديو، ونلصق الملف هنا شباب هكذا. بعدها نوافق على الاستبدال، نضغط علامة صح هكذا ونضغط استبدال. بعدها طبعا راح ننتظر ريتما ينتهي. الان شباب مبروك عليكم مود الاصوات الواقعية، ادخلوا على اللعبة واستمتعوا بالمود الرهيب. طبعا يلا شباب خليكم مع استعراض الاصوات.
وصلنا إلى نهاية الفيديو شباب، أتمنى يكون عجبكم، وإذا أعجبكم طبعا لا تنسوا تضبطوني بزر اللايك واشتراك في القناة، الله يسعدكم، وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. وبالله عليكم كلكم قيموا هذا المود شباب، ومود الأصوات الواقعية، كلكم قيموه من 10 في التعليقات. المهم شباب، يلا مع السلامة. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost.